ويكون حديثنا بإذن الله جل وعلا عن مخاطر الإدمان والمخدرات وماهية ذلك وما هي الأسباب وما هو العلاج وما خطورة ذلك على الشباب واقتصاد البلد. الأحبة في الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فليعلم الجميع ولتعلموا أيها الأحبة في الله أن من قتل نفسه مات على الكفر، ومن ساعد على قتل نفسه أيضا مات على الكفر، ومن ألقى بأيديه أو بنفسه أو بروحه إلى التهلكة فقد عصى الله ورسوله وأيضا مات على الكفر ومات عاصيا لله. فعندما ينهي رب العزة جل وعلا ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا نهي على أن الإنسان يقتل نفسه، سواء كان قتلا بيده أم بيد غيره، فهو ألقى بنفسه إلى القتل وإلى التهلكة وهو يعلم بأن هذا المكان فيه مهلكة له. يبقى من مات عاصيا لله غير تائب فقد مات على غير ملة الإسلام. فهذا الذي يقول فيه رب العزة جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كل ما يؤدي إلى قتل النفس وإزهاق النفس في الحرام فلا تقترب منه. ومن هذه الأمور التي نهى عنها الإسلام الخمر وما شابهها، كل شيء يدمنه الإنسان ويكون فيه مهلكة لصحته وماله ولدينه ولدنياه ولأهله فهو حرام. لا نقول الخمر السائلة، بل كل ما كان سائلا أو جامدا أو يعطى عن طريق الحقن وهو يهلك ويذهب العقل ويستره ويخامر العقل فهو حرام. إذن فكل مسكر حرام، كل خمر حرام، وكل مسكر حرام، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما هو مسكر خبيث، وكل ما تتعود عليه ويكون عندك عادة ويجري في دمك فهو حرام. تقول: التدخين بشتى طرقه حرام، لأنه من الخبائث. الخمر سواء كان مائعا أو سائلا، أي سائلا أو جامدا يعطى عن طريق الأنف أو الفم أو الحقن فهو أيضا حرام. ليه؟ كل مسكر حرام وكل خمر مسكر. هتقول لي: حشيش، أفيون، هيروين، مش عارف بانجو، حجن، ماكس، معرفش إيه، ترامادول، مع كل ده حرام بنص القرآن والسنة. كل هذا مسكر وكل هذا يجري في دمك ولن تستطيع أن تعيش من غير هذا، وتعودت عليه ويحدث لك خللا في العقل أو في الدم أو في الجسد بسبب عدم تعاطي ذلك، فأصبح هذا حرام شرعا، يجب الإقلاع عن ذلك. لذا أيها الأحبة في الله، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يقعد على مائدة يشرب فيها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب فيها الخمر. وقلنا حديثنا لا يكون عن الخمر بل كل ما خامر العقل. نحن قاعدين في نصب النهاردة عاملين ليلة حنة ولا ليلة فرح ولا عاملين معرفش قاعدة، والقاعدة دي هي مليانة بالأشياء المسكرة والمخدرات وكذا وكذا، مائدة. يبقى إذن هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نص الحديث صحيح والمتن صحيح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر أو فيها الخمر. واتفقنا أن كل شيء يخامر العقل فهو خمر، حتى ولو لم يسكر ولكن أصبح عادة وإدمان. اتفقنا على كده؟ يبقى ما بقاش في واحد يقول لي ده الخمر بس، لا، كل ما تعودت عليه وأصبحت مدمنه فهو خمر حتى ولو لم يسكر، لأن الحديث صحيح. ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. كنا زمان نقول ويسكي ومعرفش إيه، لا، ده احنا كانت التفسيرات دي كانت تفسيرات عادية، ان انا اسمي الخمرة ويسكي، اسميها شمبانيا، اسميها معرفش ايه، ماشي. انما الاساس كل ما كان عادة سواء خامر العقل او لم يخامره، هو ده اللي بنتكلم عنه النهاردة. بيسموها بغير اسمائها. كفاية انك بتحط في حنكك قطران ونيكوتين، بتحط في حنكك اشياء يعني بوجك ده ما تقدرش تشم ريحته. وبعدين يعني كتر خير الزوجة اللي هي بتنام جنبك وتشم ريحة بوجك دي، يعني انت ما بتشمش ريحة بوجك انما هي شماها. يعني كفاية ان انت بتعمله في عيالك وفي مراتك، كفاية الريحة الغير مقبولة اللي بتطلع من بوجك. يعني مش عارف، يعني حتى لما تيجي بتقبل ابنك ولا بنتك بيشمئز منك ومن الريحة اللي طالعة منك، مش هقول العفونة، إنما بيطلع من بوج الإنسان ريحة مش كويسة. ومهما خدت في أشياء تذهب الريحة، ده في الدم أصلا، ده الدم ملوث أصلا. فما بالك لما بنشوف بنات وستات ماسكة سجاير في ايدها وبنت قاعدة على القهوة ماسكة الشيشة، ايه ده؟ ايه التربية دي؟ هي دي التربية؟ بنت تطلع تقعد على قهوة وتشرب شيشة قدام الشباب ومع الشباب، والشيشة والسجارة تجيب مخدرات وتجيب معرفش ايه وتجيب وتجيب، فين التربية؟ فين الأب والأم؟ مصيبة، مصيبة. بيضيع الشباب، بيضيع بإيدين غير المصريين. هم عاوزين شباب مصري يضيع، الدول التانية دي عايزة شباب ما يضيع. كل ده حرب للشباب والفتيات. ليه نمكنهم من كده؟ ليه؟ النبي صلوات الله وتسليماته عليه عندما يقول لعن الله الخمر شاربها، شاربها، ساقيها، بائعها، مبتاعها، عاصرها، مؤتصرها، حاملها، والمحمول لها، تمانية ملعونين بسبب الأشياء دي، تمانية ملعونين، شاربها وسخيها، الاتنين، اللي بيشربها واللي بيساعد على شربها كمان، واللي بيقدم الحشيش والبنجو للناس، فرحان بأخته هتتجوز ولا بأخوها يتجوز وجايب له 5,000 10,000 جنيه كلام فاضي، والكوبايات شغالة والمعرفش الحلويات شغالة والاطباق شغالة وسط الناس، ايه ده؟
ومش لاقي ياكل، مش لاقي ياكل، وان كان لاقي ياكل ربنا هيساله عن المصيبه اللي بيعملها دي، ربنا هيساله عن الفلوس اللي بتصرف في الصرف الحرام دي، اهلكت كم واحد بسبب ده، وكم شاب مات بسبب الحاجات دي، وكم شاب الشرايين بتاعته اتفرتجت من ده، كم شاب عقله راح بسبب ده، كم شاب جاله امراض من بسبب ده. ما ده بيشرب الشيشه، ده من حنك، ده من فم، ده يا اخي بيدوا لبعضيهم وعاملين ان هم ما عندهمش. ده لو واحد فيهم من دول عنده اي مرض وخاصه فيروس، وشربت انت مكانه الشيشه دي، وكان في احد شفتيه جرح بسيط وانت شربت مكانه، ودخل اي شيء في حنكك، هتصاب بالمرض ده، هتصاب بمرض فير، اي فار، اي مصيبه هتدخل لك وانت فرحان. ده بيشرب من ورا ده، وده من ورا ده، وده فرحانين ليه؟ بتلقوا بايديكم الى التهلكه ليه؟ من شرب الخمر في الدنيا، ده ربنا، شوف شوف، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لعن الله، يبقى في وراها حاجه كبيره اكبر. لعن الله الخمر، كل ومش على شكلتها شربها، اللي بيشربها وسقيها اللي بيقدم الحياه دي، وبائعها اللي بيبيعها، مشتريها اللي بيشتريها، مبتاعها اللي بيشتري واللي بيبيع، ملعونين. في اكتر من لعنه ربنا يا اخوانا، ما فيش اكتر من لعنه ربنا. وعاصرها اللي بيشتغل في مصنع فيه الحاجات دي، واللي بيعصرها واللي بيساعد على كده، ومعتصرها وحامله، حتى اللي بيروح اللي ماسكها في ايده بس، والمحموله له. يعني في ايه اكتر من كده؟ في اكتر من لعنه ربنا؟ ها، من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، سقاه الله من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار. شربت الخمر وتلذذت بها في الدنيا، وشربت البنج والحشيش والكلام الفاضي ده وتلذذت بيه في الدنيا، وعملت دماغ وجيت واد متروشن ومفيش حد زيك على الأرض دي، ها، وخدت البرشام والحجن والكلام ده وخلاص على كده، ومفيش حد زيك، وعملت دماغ خلاص. طيب شوف بقى يوم القيامة هتعمل ايه؟ عهد الله أن يسقيه من طينة الخبال. ايه هي طينة الخبال دي؟ أهل النار وهم بيتعذبوا بيعرق، بينزل منهم عرق، أو العصارة اللي نازلة منهم بعد ما يحترق ويعودوا تاني، عصارة بتنزل. اللي بيشرب الحاجات دي هيشرب الخبال ده يوم القيامة والعياذ بالله. ده مش كده وبس، ده الراجل اللي قال لك أنا كمان نأخذ، جاء رجل يسمى ويلم الحميري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لنا شرابا نأخذه فنتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. كان رجل من اليمن وجه قال له في شراب معين بناخده، بلدنا برد كلها وعندنا أعمال شقة، فبنشرب الشراب ده نتقوى به على أعمالنا، وأعمالنا أعمال شاقة، فنتقوى به ويتقوون به، بناخد الحاجات دي عشان تقوينا شوية كده وتدينا صحة وعافية كده وبتاع، ونبقى ناس مروشنين وعندنا صحة، وناخد البرشامة من هنا وخلاص. تبص لك الواحد قال في صحة معرفش ايه، كل ده مهلك للقلب وللكبد وللكلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهو يسكر؟ يعني بيغيب العقل ولو للحظة؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه، ابعدوا عنه، ما ده مهلك.
ما ده مصيبة. لما جاء له واحد تاني وقال له يا رسول الله إني رجلا كنت أعمل في هذا الأمر وأصبح لدي مال، أنا كنت بتاجر في الأمر ده ومعايا فلوس، أيجوز لي أو أن يصعني أن أخذ هذا المال في طاعة الله؟ أنا كنت بتاجر في الكلام الفاضي ده وفي وببيع للشباب وببيع للبنات وأفسدت بنات كتيرة وطلب الجامعات خدت مني كتير والسواقين اللي على الطريق خدوا مني كتير برضو وشربوا والشباب التافه خد مني وشرب وخد مني حجن وخدوا مني كل دوة وعملت فلوس وعمارات من ورا دوة، هل يجوز لي بعد ما أتوب إن أنا أطلع المال ده في طاعة ربنا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له، قال لن ينفعك وإن كان حج أو جهاد أو صدقة، لا يعدل ذلك عند الله جناح بعوضة. لو طلعت كل فلوسك في حج وجهاد وصدقة لا يعدل ذلك عند الله جناح بعوضة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حتى الفلوس اللي لميتها من الحرام قتلت بيها كم نفس، ضيعت بيها كم بيت، ها؟ عملت قديه في الشباب، ضيعت أنفس وأرواح قديه بسبب الكلام اللي بسبب دنيا. ولازم هتاخد من نفس الكاس، لازم ابنك وبنتك ومراتك هيشربوا من نفس الكاس، زي ما أفسدت على الناس حياتهم ربنا هيفسد عليك حياتك برضو. الفلوس اللي جبتها من الحرام هتروح في الحرام برضو، هتصرفها على صحتك ومش هتلاقيها، هتصرفها على صحة عيالك ومش هتلاقي عيالك برضو. هو كده كما تدين تدن. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قالوا له لما لم تشرب الخمر، أو لما لم تشرب ما هو مسكر، أو لما لم تشرب ما هو عادة؟ قال إني أصون عرضي وأحفظ مروءتي، أنا بصون عرضي عشان لو شربت الحاجات دي ليها أمور كثيرة جدا، فمن شربها أتلف عرضه وأذهب مروءته. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قال صدق أبو بكر. فعلا لما الناس اللي بيشربوا الهلوسة دي، شوفوا الشباب اللي بيشرب الكلام ده بيحصل له إيه، شوفوا اللي بيعملوه النهاردة في الشباب، شوف الشباب بيعمل إيه في بعضيه. ليه يا ولاد كده؟ ليه؟ وبنزعل لما بنمسك سواق ويحللوله ولا بتاع، نزعل هيعطلونا وهيعملونا، ما هذا ما هو ده الصح، بتزعل ليه؟ ما هذا بيؤدي إلى أمراض جسدية ونفسية ويؤدي إلى أمراض عقلية، لدرجة أن شارب الحاجات دي قالوا بأنه يمكن له أو يأتي عليه، لا تأتي لحظة عليه تنفجر أحد شرايينه. تخيل بقى بيصاب باكتئاب ويصاب بضيق وبغضب شديد وما بيبقاش طايق حد وبيبقى عقله زاهد، ممكن يتخانق في أبوه في أمه في مراته في بنته، يعمل أي شيء حرام، ممكن يرتكب الفاحشة مع أقرب الناس ليه، كل ده جايز. سيدنا عثمان روى في الحديث الصحيح أن رجلا كانت تهواه امرأة فأرسلت إليه أن تعالى إن أبي يريد أن يوصي، فذهب الرجل إليها وكلما دخل غرفة أغلق الباب خلفه حتى وصل إلى امرأة مضجعة على سريرها فقالت له لا وصية ولا أبي ولكن إني أريدك. حرام، حرام الزنا، حرام برضه، طب الزنا حرام قدامك الخمرة اهي
وقدامك الولد دوا، اختار حاجة من التلاتة، يا تقتل الواد يا تشرب الخمر يا تزني معايا. الراجل بص كده قال لها يبقى أسهل حاجة في ده كله إن أنا أشرب الخمر، ولذلك هي أم الخبائث. شرب الخمر وجد لذة مع المرأة، وجد الولد ينظر إليه فقتل الولد ثم زنى بالمرأة، وآدي اللي جه من وراء الخمر. يبقى كل واحد فينا يراجع نفسه يشوف اللي بيعمله ده صح ولا غلط. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. الخمر حرمها رب العزة جل وعلا من فوق سبع سماوات، وكل ما يخامر العقل أو يذهب بالعقل أو يدمنه الإنسان، سواء كان جامدا أو سائلا أو عن طريق الحقن أو عن طريق التدخين، فالتدخين حرام، السجاير والشيشة حرام، حرام شرعا لأنها من الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن أيها الأحبة في الله، إذا نظر كل واحد منا إلى الفاروق عمر وهو يقول اللهم أنزل لنا شافيا وشفاء وأمرا شافيا في الخمر وكل ما يهلك الصحة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طب لما أنت عارف إن فيهم إثم كبير وفيه منفعة قليلة، طب أمشي ليه ورا الإثم الكبير؟ ما أنا أسيب الإثم الكبير ده خلاص، ما دام في واحد بيقول لك ده لو شربت الكاس ده ولا لو شربت السيجارة دي أيوة دماغك هتروق شوية ولكن هيحصل لك مصيبة في الكبد. لا يا عم مش عاوز دماغه تروق بس الكبد يبقى سليم. يبقى هنا فيهما منافع للي بيبيع ويشتري لناس قليلة، إنما مصيبة للي بياخدها. فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سيدنا عمر يقول لا أنا عاوز حاجة شافة يا رب. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سيدنا عمر عاوز حاجة أخوة كمان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب عن شرب الخمر أو شرب أي ما هو مسكر. شفت ربنا حرم وقال فهل أنتم منتهون؟ انتهوا عن كل حاجة تهلككم، انتهوا عن كل شيء يهلك الشباب. النهاردة الشاب اللي بيشرب اسأله هيقول لك لثلاث أسباب شربت الكلام ده، لثلاث حاجات. أولا قلة الوازع الديني، مفيش دين، هو بس بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص، إنما مفيش دين. نمرة اثنين عدم التربية في البيت، أبوه ما عرفش يربيه، أبوها أصلا كان محتاج حد يربيه فما عرفش يربي الواد فطلع متنيل. الشيء الثالث صحبة السوء. دول الثلاث أسباب اللي بيخلوا الولد يدمن، والإدمان صعب. عشان تيجي تعالجه شوف الدولة بتتكلف جدية. النهاردة الدولة بتتكلف مليارات عشان تعالج المدمنين، مليارات. طب ليه؟ ليه بنكلف؟ ليه الاقتصاد بتاعنا بنستهلكه في الكلام الفاضي؟ الأضرار اللي بتيجي من وراها بلاوي. ياما بيوت اتقفلت وستات اتطلقت وترملت، وياما بنات راحت، وياما شباب راح، وياما بيوت خربت بسبب تعاطي المخدرات، الكلام الفاضي ده.
عاوزين كل واحد يقف مع نفسه وقفة، يراقب ولاده، يراقب بناته، يشوفوا التربية الكويسة اللي هو ترباها من أبوه يحطها في ولاده وبناته وزوجته. عاوزين ننشئ جيل يخاف من ربنا، عاوزين نتقي ربنا في ولادنا، عاوزين كل واحد فينا يبص لنفسه ويقول كفاية، ده أنا هموت، ده أنا هسيب الدنيا، الدنيا ملهاش قيمة ولا لها لازمة. فكون انك تقف بين اياد ربنا وتقول يا رب، يقول لك لبيك يا عبدي. امتى؟ اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لما ترجع ربنا وتاكل حلال وتوكل ولادك حلال وتعيشهم في الحلال، يبقى في الوقت ده تقول يا رب، يقول لك لبيك يا عبدي. راقب ولادك وشوف شبابنا وشوف ولادك وبناتك، راقب نفسك في الاول، ان كنت مشرب او مدخن بلاش منها، ما تزلش نفسك ليها، مش حتة بتاع تزلك، ما تزلش نفسك للكلام ده، مش هتقدر، مش هتقدر تقول لابنك لو لقيته بيشرب سجاير مش هتقدر تقول له لا، مش هتقدر. حتى اللي يجي يتزوج بنتك قول لو هو مدخن ما تدوش بنتك، اشترط على جوز بنتك عريس بنتك انه ما يبقاش مدخن، اوعى تدي بنتك لواحد بيدخن، انت بتساعد على المعصية، وبنتك بكرة بعد ممكن تدعي عليك، ممكن تقولك اختار لواحد مدخن، اختار لواحد ريحته وحشة. فانت النهاردة ما تخليش بنتك بكرة وبعد تدعي عليك ويكون سبب للطلاق وللفرقة. حتى لما تتجوز بنتك شوف شاب ما بيدخنش، شوف شاب بيعرف ربنا، لان السجارة بتيجي من وراها البلاوي كلها. فالنهاردة يا اخوانا زي ما واحد بقول له، بيقول لي انت رفضت العريس بتاع البنت ليه؟ فقلت له انا سألته 3 أسئلة، حافظ كم من كتاب ربنا؟ رقم 1، وده السؤال اللي انا نفسي بسأله، حافظ كم من كتاب ربنا؟ بتنتمي لأي احزاب او جمعيات او اي شيء؟ رقم 3، بتشرب سجاير ولا لا؟ 3 أسئلة بسألهم للرجل ده. حافظ من كلام ربنا الكثير؟ الكثير ماشي، ما بينتميش لأي حزب سياسي ولا أي جمعية ولا أي شيء، ماشي مقبول، ما بيشربش سجاير مقبول، بعد كده مش أسأل على حاجة تاني. زعل مني إن أنا رفضت علشان خاطر دول، وهم دول الأساس اللي جوزت عليهم بناتي قبل كده. فكل واحد برضو يجوز بناته، يا ريت يجوزه مع ال3 حاجات دول، سجاير لا، حاجات التانية انتماء لأي أحزاب وكلام فاضي والحاجات اللي ملهاش لازمة دي برضو لا، انتماء لأي جمعيات ولا أي حاجات، دي كلها دي هي ملهاش قيمة إلا من رحم ربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قضي عنا ديوننا، اللهم أصلح حال شبابنا، اللهم أصلح حال بناتنا، اللهم أصلح حال زوجاتنا، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الحال يا كريم، اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا وبلادنا يا رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر، شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واعتدل يرحمني ويرحمكم الله، واسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله أكبر. الله أكبر.